أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين. كنا قد عرضنا في الحلقتين السابقتين من هذا المبحث 8 أمثلة من واقع سيرة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تؤكد أنهم ما كانوا يمتنعون عن النيل من الشخصيات أو الرموز المقدسة لدى بعض الطوائف كأبي بكر وعمر وعثمان. وكان هذا النيل من المعصومين صلوات الله عليهم يصدر منهم على مرأى ومسمع من الناس، أي أنه لم يكن في خلواتهم أو بين خاصتهم من أصحابهم فقط. ونحن إنما نعرض هذه الأمثلة والشواهد من واقع السيرة والتاريخ بغرض إبطال ما يتوهمه بعض الجاهلين والقاصرين من حرمة هتك رموز الآخرين في نفسه، في نفس الهتك. ونقصد كذلك من هذا المبحث ومن عرض هذه الأمثلة والشواهد إبطال ما يزعمه بعض المنافقين من أن أئمتنا عليهم السلام أوصونا بحفظ واحترام رموز الآخرين مطلقا. كلا، إن الأمر ليس على هذا الإطلاق، كما سنبينه إن شاء الله تعالى حين ننتهي من عرض هذه الأمثلة ونخلص إلى النتيجة من وراء هذا المبحث، إذ سنناقش بعونه تعالى الأدلة ونقابل بعضها ببعض ونؤلف فيما بينها على النحو الذي ترتضيه قواعد العلم والفهم السليم. المثال التاسع، وهو ما رواه سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه في كتابه، كتاب سليم، من أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان جالسا وسط جمع من الناس كان فيهم بعض المخالفين، بل بعض الخوارج أيضا كاللعين الأشعث بن قيس الكندي لعنة الله عليه. ومعلوم أيها الإخوة أن الخوارج كانوا وما زالوا يعظمون أبا بكر وعمر إلى أقصى حد، فعقيدتهم قائمة على تولي الشيخين والبراءة من الصهرين كما يقولون. عقيدتهم قائمة على ذلك، تولي الشيخين والبراءة من الصهرين. حسب ما في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا مع أصحابه وجمع من المخالفين فيهم هذا اللعين، وبدأ أمير المؤمنين عليه السلام يتظلم ممن سبقه، فما كان من الأشعث
إلا أن غضب من قوله، كما تقول الرواية، تقول أن الأشعث لما سمع أمير المؤمنين عليه السلام يتظلم ممن سبقه غضب من قوله، ثم قال لأمير المؤمنين عليه السلام: فما يمنعك يا ابن أبي طالب حين بويع أخو تيم بن مرة، أي أبو بكر لأنه من قبيلة تيم بن مرة، وأخو بني عدي بن كعب أي عمر، وأخو بني أمية بعدهما أي عثمان لعنة الله عليه، فما يمنعك يا ابن أبي طالب حين بويع أخو تيم بن مرة وأخو بني عدي بن كعب وأخو بني أمية بعدهما أن تقاتل وتضرب بسيفك، وأنت لم تخطبنا خطبة منذ كنت قدمت العراق إلا وقد قلت فيها قبل أن تنزل عن منبرك: إني لأولى الناس بالناس، وما زلت مظلوما منذ قبض الله محمدا صلى الله عليه وآله، فما يمنعك أن تضرب بسيفك دون مظلمتك؟ فقال له علي عليه السلام: يا ابن قيس، لم يمنعني من ذلك الجبن ولا كراهية للقاء ربي، وأن لا أكون وأن لا أكون أعرف أو شيء من هالقبيل، لأنه هنا عندي سقط الظاهر في العبارة، وأن لا أكون أعرف أن ما عند الله خير لي من الدنيا والبقاء فيها، ولكن منعني من ذلك من أن لا أقاتل أخا تيم بن مرة وأخا كعب بن عدي وأخا بني أمية، ولكن منعني من ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وعهده إلي. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله بما الأمة صانعة بي بعده، فلم أك بما صنعوا حين عاينته بأعلم مني ولا أشد يقينا مني به قبل ذلك، بل أنا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله أشد يقينا مني بما عاينت وشهدت. فقلت: يا رسول الله، فما تعهد إلي إذا كان ذلك؟ قال: إن وجدت أعوانا فانبذ إليهم وجاهدهم، وإن لم تجد أعوانا فاكفف يدك واحقن دمك حتى تجد على إقامة الدين وكتاب الله وسنتي أعوانا. وأخبرني صلى الله عليه وآله أن الأمة ستخذلني وتبايع غيري وتتبع غيري. ثم استمر أمير المؤمنين عليه السلام ببيان عدم شرعية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وأنهم قد أكرهوه وقهروه وكادوا أن يقتلوه، وبين أيضا أنهم وأتباعهم هالكون في النار. حينئذ قال الأشعث لأمير المؤمنين عليه السلام: والله لئن كان الأمر كما تقول لقد هلكت أمة محمد غيرك وغير شيعتك. إذا كان الأمر على ما تقول، إذا هلكت كل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله إلا أنت وشيعتك، وهو الحق. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: كلها في النار، هذه 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا لابد أن تكون فرقة واحدة، وما هذه الفرقة إلا شيعة أهل البيت النبوي
صلوات الله عليهم. الشاهد هو أنه كان من جملة ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك المجلس الذي كان على رؤوس الأشهاد، قوله عليه السلام: ويلك يا ابن قيس، كيف رأيتني صنعت حين قتل عثمان إذ وجدت أعوانا؟ هل رأيت مني فشلا أو تأخرا أو جبنا أو تقصيرا في وقعتي يوم البصرة، أي في وقعة الجمل، وهم حول جملهم، هنا دققوا، وهم حول جملهم الملعون من معه، الملعون من قتل حوله، الملعون من ركبه، الملعون من بقي بعده لا تائبا ولا مستغفرا. أمير المؤمنين عليه السلام هنا لا يكتفي بلعن أشياع عائشة الذين أحدقوا بجملها، وإنما يلعن عائشة شخصيا، إذ يقول: الملعون من ركبه، ومن ركب الجمل غير عائشة؟ عائشة التي هي رمز الرموز المقدسة عند العامة، عائشة التي لا تنازعها امرأة أخرى في المكانة عند هؤلاء، عائشة هذه يصرح أمير المؤمنين عليه السلام بلعنها، لا يلعنها بين أصحابه فقط، بل أمام ملأ من الناس فيهم أنصارها ومحبوها وأشياعها. وكان كل هذا منه عليه السلام بعدما نال من أبي بكر وعمر وعثمان أيضا، فماذا نتوقع أن تكون ردة فعل العامة وهم يسمعون هذا النيل من أمهم وأئمتهم؟ الراوي وهو سليم بن قيس كان حاضرا في ذلك المجلس، ولذا سجل لنا ردة فعل العامة بدقة، بيّن كيف أنه قد ضاقت صدورهم ورؤي الضيق والكراهية في وجوههم، كما سجل لنا سليم أيضا ردة فعل الشيعة الحاضرين: تهللت وجوههم وفرحوا وقرت أعينهم. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك المجلس العلني كشف الغطاء وترك التقية، كما جاء في نص الرواية: كشف الغطاء وترك التقية. يقول شارحا ما حصل في ذلك المجلس العلني بعدما نطق أمير المؤمنين عليه السلام بما نطق، يقول: فلم يبق يومئذ من شيعة علي عليه السلام أحد إلا تهلل وجهه وفرح بمقالته، إذ شرح أمير المؤمنين عليه السلام الأمر وباح به وكشف الغطاء وترك التقية. ولم يبق أحد من القراء، أي أهل القرآن والفقه والعلم، ولم يبق أحد من القراء ممن كان يشك في الماضين، أي أبي بكر وعمر وعثمان الذين تقدموا على أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يبق أحد من القراء ممن كان يشك في الماضين ويكف عنهم
ويدع البراءة منهم ورعا وتأثما إلا استيقن واستبصر وحسن رأيه وترك الشك يومئذ والوقوف. ولم يبق حوله، أي حول أمير المؤمنين عليه السلام، ممن أبى بيعته إلا على وجه ما بويع عليه عثمان والماضون قبله، أي الذين بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام على أنه مجرد خليفة للمسلمين، قد نصبه في هذا المقام نحن على ما نصبنا حسب تصورهم أبا بكر وعمر وعثمان، لم يبايعوه على ما بايعته عليه الشيعة، أنك أنت إمام معصوم منصوب، حجة الله على خلقه، وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، معين من السماء لا من الأرض. يقول سليم أن هؤلاء الذين بايعوه على ما بايعوا عليه الماضين قبله، أبا بكر وعمر وعثمان، لم يبق حوله ممن أبى بيعته إلا على وجه ما بويع عليه عثمان والماضون قبله، إلا رؤي ذلك في وجهه وضاق به أمره وكره مقالته. لماذا؟ لأنه مخالف، هؤلاء مخالفون، جعلوا عليا خليفة الرابع فقط، بايعوا عليا على وجه ما بايعوا عليه عثمان والماضين قبله. إذا هؤلاء كانوا مخالفين، وطبيعي أن تكون ردة فعلهم هي هذه: إلا رؤي ذلك في وجهه وضاق به أمره وكره مقالته. كره هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام ضد عائشة، لعنه إياها صراحة، الملعون من ركبه. وكره كلام أمير المؤمنين عليه السلام في التظلم من أبي بكر وعمر وعثمان وإثبات ظلمهم وجورهم. يقول: ولم يبق حوله ممن أبى بيعته إلا على وجه ما بويع عليه عثمان والماضون قبله، إلا رؤي ذلك في وجهه وضاق به أمره وكره مقالته. ثم إنه استبصر عامتهم أكثرهم وذهب شكهم، استبصروا تشيعوا. فما شهدت يوما، يقول سليم الراوي الحاضر، فما شهدت يوما قط على رؤوس العامة علنا كان أقر لأعيننا من ذلك اليوم، قرت عيننا ذلك اليوم. لماذا؟ لما كشف أمير المؤمنين عليه السلام للناس من الغطاء، وأظهر فيه من الحق، وشرح فيه من الأمر، وألقى فيه من تقي. هذا اليوم الذي ألقى فيه أمير المؤمنين عليه السلام التقية وتركها وكشف الغطاء وباح به بالحق، كان يوم قرة العين للشيعة الأبرار. يقول: وكثرت الشيعة بعد ذلك المجلس من ذلك اليوم وتكلموا، أي صارت عندهم جرأة بأن يتكلموا ويعرضوا مواقفهم الحقيقية من الظالمين والمنحرفين، وصارت لهم الجرأة والشجاعة لأن يتحدثوا بصراحة عن مبادئهم وعقائدهم. وكثرت الشيعة بعد ذلك المجلس من ذلك اليوم وتكلموا، وقد كانوا أقل أهل عسكره، كانت الشيعة أقلية قبل ذلك، وسائر الناس يقاتلون معه على غير علم بمكانه من الله ورسوله صلى الله عليه وآله، كانوا يقاتلون مع علي من بدون اعتقاد منهم بأنه حجة الله، له ذلك المكان من الله، ودون اعتقاد منهم أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، له ذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وآله.
وصارت الشيعة بعد ذلك المجلس أجل الناس وأعظمهم. متى حصل ذلك؟ يقول سليم: وذلك بعد وقعة أهل النهروان، وهو يأمر بالتهيئة والمسير إلى معاوية لعنه الله، ثم لم يلبث أن قتل صلوات الله عليه. قتله ابن ملجم لعنه الله غيلة وفتكا، وقد كان سيفه مسموما قد سمه قبل ذلك، وصلى الله على سيدنا أمير المؤمنين وسلم تسليما. ختام رواية سليم، وهي الحديث أظنه الثاني عشر، الثاني عشر أو الثالث عشر، الرابع عشر، المهم في هذه الحدود، في كتابه الشريف، كتاب سليم، كتاب أسرار آل محمد صلوات الله عليه. إذن كانت هنالك فئتان في ذلك المجلس، فئة قليلة وهم من الشيعة، وفئة كثيرة هم من المخالفين، وفيهم أيضا الخوارج كالأشعث بن قيس لعنه الله. الشيعة فرحوا بمقالة أمير المؤمنين عليه السلام، أما المخالفون فكرهوها، وشوهد الغضب والضيق في وجوههم. أما الشيعة فقد فرحوا وتهللت وجوههم، لماذا؟ لأن إمامهم عليه السلام ترك التقية. وتعبير سليم بأنه عليه السلام ترك التقية ما معناه؟ معناه أنه كان هنالك موضوع للتقية، أي أنه كان هنالك ما يبيح التقية في ذلك الظرف، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام تركها رغم ذلك، وأصر على أن ينال من أبي بكر وعمر وعثمان وعائش، رغم علمه بأن ذلك سيؤدي إلى مشاعر غاضبة كما رؤي في وجوههم، رغم علمه بأن ذلك سيؤدي إلى مثل هذه المشاعر الغاضبة التي ستتطور إلى أن يقتله أعداؤه، وهذا ما حصل، لأنه قتله ابن ملجم لعنه الله بسيف مسموم. ولا ريب في أن إقدام هذا اللعين على هذه الجريمة، لا ريب أنه كانت إحدى دواعيه ودوافعه هو ما كان يصدر من أمير المؤمنين عليه السلام من ذم لأئمة الكفر ورؤوس الضلال، هذا أمر واضح. مع هذا كله أمير المؤمنين عليه السلام باح بالأمر وكشف الغطاء وترك التقية وتحدث بصراحة ولعن عائشة أمام المخالفين. على أي حال، هكذا استقبل الشيعة ما نطق به إمامهم. أما المخالفون فقد استقبلوه بالكراهية، إلا أن ما صنعه أمير المؤمنين عليه السلام أدى نتيجة إلى أن يستبصر عامتهم ويذهب شكهم، كما يقول سليم بن قيس، يستبصر العامة ويذهب شكهم. إذن كانت هذه الكلمة الصريحة والشجاعة من أمير المؤمنين عليه السلام سببا لأن يكتشف العامة الحق، ولأن يعرفوا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة على باطل. فكثرت الشيعة بعد ذلك المجلس من ذلك اليوم، كثرت الشيعة بعد ذلك المجلس من ذلك اليوم، وتكلموا
أي أنهم تشجعوا لأن يتكلموا ويعبروا عن عقيدتهم ومواقفهم كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام. ننتقل إلى المثال التالي، وهو المثال العاشر. خطبة شريفة خطب بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وصب فيها الخزي والعار على الطاغيتين أبي بكر وعمر لعنة الله عليهما، وأكثر من هذا. في هذه الخطبة أمر أمير المؤمنين عليه السلام المهاجرين والأنصار وعموم المسلمين بالبراءة من أبي بكر وعمر صراحة. أكثر من هذا، أمر المسلمين بأن يلعنوهما صراحة. يروي هذه الخطبة صاحب العدد القوية، العالم الكبير المحدث علي بن يوسف الحلي رضوان الله تعالى عليه، يرويها عن كتاب الإرشاد للمحدث الثقة الجليل محمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه. هذا كان من المحدثين القدماء، صاحب بصائر الدرجات معروف. أول الخطبة الشريفة قوله عليه الصلاة والسلام: ما لنا ولقريش وما تنكر قريش منا غير أنا أهل بيت شيد الله فوق بنيانهم بنياننا وأعلى فوق رؤوسهم رؤوسنا واختارنا الله عليهم فنقموا على الله أن اختارنا عليهم وسخطوا ما رضي الله وأحبوا ما كره الله. ثم واصل أمير المؤمنين صلوات الله عليه شكايته من قريش إلى أن قام أبو حازم الأنصاري في وسط الخطبة فقال له: يا أمير المؤمنين، هنا دقيق، قال له: يا أمير المؤمنين، أبو بكر وعمر ظلماك؟ أحقك أخذا وعلى الباطل مضيا؟ فإن المهاجرين والأنصار يظنون أنهما كانا على حق وعلى الحجة الواضحة مضيا. لا شك أن هذا السؤال كان سؤالا محرجا آنذاك، وكان سؤالا خطيرا أيضا، لأن أمير المؤمنين عليه السلام محاط وهو في خطبته هذه بالمهاجرين والأنصار الذين كان كثير منهم بل أكثرهم يقدسون أبا بكر وعمر ويظنون أنهما كانا على الحق. وعلى الحجة الواضحة مضيا كما يصف حالهم أبو حازم الأنصاري. مع هذا، مع أن الوضع كان على هذه الحال كوضعنا الآن، أكثر المسلمين مع الأسف يعتقدون أن أبا بكر وعمر كانا على الحق وعلى الحجة الواضحة مضيا. أمير المؤمنين كان محاطا بهذه الأكثرية التي تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، كما أننا نحن اليوم محاطون بهذه الأكثرية التي تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد. لكن الفرق أن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الآن نطق بالحق ونال من الرجلين بكل صراحة، بل وأمر المسلمين بأن يبرأوا منهما ويلعنوهما. أما نحن فتخلينا عن هذه الوظيفة وجبنا عن ذلك، لا نحمل عزم علي صلوات الله عليه، لا نحمل شجاعة علي، ومن يتشجع منا قليلا نحن نستأسد عليه.
ونحاربه. فواء سفاه. انظروا ماذا قال أمير المؤمنين وكيف أجاب أبا حازم الأنصاري، بماذا أجابه لما سأله: يا أمير المؤمنين، أبو بكر وعمر ظلماك، أحقك أخذا وعلى الباطل مضيا، فإن المهاجرين والأنصار يظنون أنهما كانا على حق وعلى الحجة الواضحة مضيا. بماذا أجابه أمير المؤمنين عليه السلام مع الظرف الذي بيناه؟ قال: يا أخا اليمن، لا بحق أخذا ولا على إصابة أقاما ولا على دين مضيا ولا على فتنة خشيا، يرحمك الله. زين سويت سألتني يرحمك الله. اليوم نتواقف على حدود الحق والباطل. أخطر ما في هذا المقطع من خطبة أمير المؤمنين عليه السلام تكفيره لأبي بكر وعمر، أين بقوله: ولا على دين مضيا. لم يكن لهما دين، كانا كافرين بالله العظيم. ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد أنه الآن بصدد التصريح لتبيين الحق من الباطل. اليوم نتواقف على حدود الحق والباطل، وهذا أكده أكثر من مرة في خطبته الشريفة هذه، وهي خطبة مطولة. يقول مثلا: اليوم أكشف السريرة عن حقي، وأجلي القذى عن ظلامتي، حتى يظهر لأهل اللب، لأهل العقل، حتى يظهر لأهل اللب والمعرفة أني مذلل، مضطهد، مظلوم، مغصوب، مقهور، محقور، وأنهم ابتزوا حقي واستأثروا بميراثي. يصرح أمير المؤمنين عليه السلام بلوعته، بظلامته. والخطبة الشريفة مطولة، فيها ما فيها من نكيره عليه السلام على أبي بكر وعمر، وتعييرهما وذمهما وذكر مواقفهما المعادية للإسلام والمؤذية لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. يذكر أيضا نكوصهما عن الجهاد ومخازيهما المختلفة. ثم بعد ذلك كله يأمر أمير المؤمنين عليه السلام المهاجرين والأنصار بأن يبرأوا منهما ويغضبوا عليهما ويلعنوهما. فيقول عليه السلام في خطبته: فتبرأوا رحمكم الله ممن نكثوا البيعتين وغلب الهوى به فضل. لأنه غلب بهم الهوى فضلوا. وابعدوا رحمكم الله ممن أخفى العذر وطلب الحق من غير أهله فتاه، تاه في الظلمات. والعنوا رحمكم الله من انهزم الهزيمتين، العنوهما. والعنوا رحمكم الله من انهزم الهزيمتين، إذ يقول الله: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذه الآية تنطبق على أبي بكر وعمر اللذين وليا الأدبار،
في أحد وحنين وغيرهما، اقرأوا تاريخهما الأسود والمخازي. وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اغضبوا رحمكم الله على من غضب الله عليهم، اغضبوا على أبي بكر وعمر. وتبرؤوا رحمكم الله ممن يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: ترتفع يوم القيامة ريح سوداء تخطف من دوني قوما من أصحابي من عظماء المهاجرين، فأقول أصحابي فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إلى آخر الخطبة الشريفة. هكذا كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه ينال بأحد لسان من الطاغيتين أبي بكر وعمر، رغم جلالتهما في نفوس المهاجرين والأنصار، ينال منهما إلى حد أنه بعدما يكفرهما يأمر هؤلاء بالبراءة منهما واللعنة لهما وهو يخطب على المنبر على رؤوس الأشهر. لننتقل إذن إلى المثال الحادي عشر. وهو ما رواه الحافظ رجب البرسي أن رجلا سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن قوله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ما معنى هذه الحمير؟ بماذا أجابه أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ فقال له عليه السلام: الله أكرم من أن يخلق شيئا ثم ينكره، إنما هو أبو بكر وعمر في تابوت من نار وفي صورة حمارين، إذا شهقا في النار انزعج أهل النار من شدة صراخهما. فلهذا الله عز وجل أنزل: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني أبو بكر وعمر صوتهما يكون منكرا في جهنم في تابوت النار. هنا ينال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه من الطاغيتين أبي بكر وعمر بمصارحته ذلك الرجل أنهما في النار وفي صورة حمارين، وطبيعي أن بيان مثل هذا الأمر الذي يمس أعظم شخصيتين مقدستين لدى أهل البدعة لا شك أنه يمثل استفزازا، إلا أنه استفزاز محمود، عاقبته تحرر المخدوع ممن خدع به. أما المعاند فسواء علينا استفززناه أم لم نفعل، فلن يتحرر ولن يهتدي. المثال الثاني عشر. تأملوا أيها الإخوة في هاتين الروايتين اللتين سأعرضهما لكم إن شاء الله. هاتان الروايتان تنسفان كل تصور لوجوب احترام الشخصيات والرموز المقدسة أمام الذي يعتقد بها، أو أنه ينبغي ألا نصدم المعتقد بحقيقة
المعتقد بهذه الشخصيات نصدمه بحقيقة أن هذه الشخصيات التي يعتقد بها هي شخصيات الكفر والضلالة. هذا التصور أنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك أو لا ينبغي لنا أن نفعل ذلك، لا نصدم هذا الذي هو معتقد بهذه الشخصيات المبجلة والمقدسة عنده، لا نصدمه بحقيقتها، فلا ننال منها ولا نهينها. هاتان الروايتان اللتان أعرضهما تنسفان هذا التصور المغلوط في أذهان الناس. الرواية الأولى رواها أبو الصلاح الحلبي والعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليهما عن عمارة قال: كنت جالسا عند أمير المؤمنين عليه السلام وهو في ميمنة مسجد الكوفة وعنده الناس، مجلس علني، إذ أقبل رجل فسلم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين، والله إني لأحبك. العجيب أن أمير المؤمنين عليه السلام يجيبه بقوله: لكني والله ما أحبك. لماذا؟ انظروا أمير المؤمنين عليه السلام كيف يسائله. قال له: كيف حبك لأبي بكر وعمر؟ فقال: والله إني لأحبهما حبا شديدا. قال: كيف حبك لعثمان؟ قال: قد رسخ حبه في السويداء من قلبي. به 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 به، مفتون أنا بعثمان. قال عليه السلام: أنا أبو الحسن، أنا أبو الحسن. اجعلوا هذه الرواية الأولى في أذهانكم، ننتقل إلى الرواية الثانية. وهذه رواها الكراجكي والعلامة المجلسي رضوان الله عليهما من أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: يا أمير المؤمنين، إني أحبك وأحب عثمان. فقال عليه السلام: أما الآن فأنت أعور. نفس مشايخ الفرقة الوهابية. أما الآن فأنت أعور، فإما أن تعمى وإما أن تبصر. نحن قد جمعنا هاتين الروايتين في مثال واحد لأنهما متقاربتان في المضمون، وتوضحان كيفية تعامل أمير المؤمنين عليه السلام مع من أشرب قلبه حب الطواغيت من أعدائه. الرجل الأول جاء إليه عليه السلام معبرا عن حبه له، لكن أمير المؤمنين عليه السلام صدمه صدمة قاسية قائلا له: لكني والله ما أحب. يتفاجأ الرجل ويتساءل في قرارة نفسه لماذا، فيسأله أمير المؤمنين عليه السلام: كيف حبك لأبي بكر وعمر وعثمان؟ فيبين الرجل أنه يحبهم حبا شديدا، حبه في السويداء من قلبي. فيجيبه أبو الحسن عليه السلام: أنا أبو الحسن. هذه الكلمة تختزل ما يريد قوله أمير المؤمنين عليه السلام، وهو أنه يعرف ما في ضمير المرء، وحيث أن في ضميره حب أبي بكر وعمر وعثمان، فإن أمير المؤمنين عليه السلام لا يحبه، لأنه ببساطة محب لأعدائه. كيف يتوقع هذا الرجل من أمير المؤمنين عليه السلام أن يحبه وهو يحب أعدائه؟ لا يجتمع حب أهل البيت مع حب أعدائهم أبداً، كما نطقت النصوص الشريفة بذلك. المهم هنا أن أمير المؤمنين عليه السلام قد صدم هذا الرجل، هذا الرجل الذي كان يتوقع من أمير المؤمنين أنه على وئام ومحبة مع أبي بكر وعمر وعثمان، وأنهم جميعا خلفاء راشدون مهديون متحابون متوادون، كما هذا التصور الخيالي عند أهل الخلاف.
الرجل كان أيضا منهم يتصور هذا التصور. فإذا به ينصدم بأن عليا عليه السلام يكرههم، يكره أبا بكر وعمر وعثمان، ويكره حتى الذي يحبه ما دام يحبهم أيضا. قال له: لكني والله ما أحبك. وكما صدم الأمير عليه السلام هذا الرجل، صدم الآخر أيضا. الآخر لما جاءه وقال له: إني أحبك وأحب عثمان، بماذا أجابه؟ قال له: أما الآن فأنت أعور، فإما أن تعمى أو تبصر، إما أن تترك حبي وتحتفظ بحب عثمان فتعمى، وإما أن تترك حب عثمان وتحتفظ بحبي فتبصر، أما أن تجمع بين حبي وحب عثمان فأنت أعور. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية مشهورة: لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان. إن الله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يحب بهذا قوما ويحب بهذا قوما آخرين. لا، ما يصير. لننتقل إلى المثال التالي، وهو المثال الثالث عشر، وهو ما رواه شيخنا ابن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه، من أن مولانا أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه كان في مجلس مع جماعة من أصحابه، وفي هؤلاء كان جالسا رجل خراساني مخالف كان جالسا معه. فالإمام الصادق عليه السلام في ذلك المجلس نال من أبي بكر وعمر، فماذا قال؟ مع علمه بحضور ذلك الرجل الخراساني المخالف في المجلس، قال عن أبي بكر وعمر: والله أول من ظلمنا حقنا، وحملا الناس على رقابنا، وجلسا مجلسا نحن أولى به منهما، فلا غفر الله لهما ذلك الذنب، كافران، ومن يتولهما كافرون. يكفر أبا بكر وعمر صراحة. ومن الطبيعي أن يتأثر ذلك الخراساني، ذلك الرجل المخالف الخراساني الذي كان حاضرا في المجلس، من الطبيعي يتأثر حين يقول الإمام الصادق عليه السلام هذا القول، إنه يسمع ويرى منه التكفير الصريح لأبي بكر وعمر، بل يسمع منه التكفير الصريح لكل من يتولاهما، وهو ممن يتولاهما. طبيعي أن يتأثر. يقول راوي الخبر، يقول: وكان معنا رجل من أهل خراسان يكنى بأبي عبد الله، فتغير لون الخراساني لما أن ذكرهما، تغير لونه من الغضب ومن الكراهية. وهذه علامة التأثر الشديد من هذا الرجل. وكيف لا، كيف لا وهو يجلس في مجلس ينال فيه من أعظم شخصيتين مقدستين عنده، والذي ينال منهما هو أحد أعاظم أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام الصادق. حين رأى الإمام الصادق صلوات الله عليه تغير لون هذا الرجل الخراساني، جبهه بكلمة تفضحه، كشف أنه كان قد فجر بجارية لا تحل له، ومن ثم أحرجه الإمام بأنه لماذا لم يتورع عن ذلك بينما يتورع من سماع النيل من أبي بكر وعمر. تقول الرواية: وكان معنا رجل من أهل خراسان يكنى بأبي عبد الله،
فتغير لون الخراساني لما أن ذكرهما، فقال له الصادق عليه السلام: لعلك ورعت عن بعض ما قلنا. قال قد كان ذلك يا سيدي. قال: فهلا كان هذا الورع ليلة نهر بلخ حين أعطاك فلان بن فلان جاريته لتبيعها، فلما عبرت النهر فجرت بها في أصل شجرة كذا وكذا؟ ارتعد الرجل، قال: قد كان ذلك، ولقد أتى على هذا الحديث 40 سنة، ولقد تبت إلى الله منه. قال عليه السلام: يتوب عليك إن شاء الله، إذا اهتديت يتوب الله عليك. هكذا نلاحظ أن النيل من شخصيات مقدسة أدى بنحو ما إلى أن يهتدي ذلك الرجل، لأنه وقف على حقيقة أن الإمام عليه السلام يعلم بالغائب، ما جرى قبل 40 سنة يعلم به، فإذا موقفه هو الموقف الصحيح. وأبو بكر وعمر هما على باطل. إذن هذا العمل أو هذا النطق من الإمام الصادق عليه السلام أدى هذا النيل من هذه الشخصيات المقدسة الزائفة، قداسة زائفة، هذا النيل من الإمام عليه السلام أدى بنحو من الأنحاء إلى أن يهتدي ذلك الرجل، مع ملاحظة أنه انضم إلى هذا النيل كشف الإمام عليه السلام لذلك الأمر الغائب. إلا أن الأمر المهم ها هنا هو أن هذا النيل كان مقدمة لهذا الكشف، فكان تاليا مقدمة لتحقق هذه الهداية. نأتي إلى المثال الأخير وهو المثال 14، وهو ما رواه العياشي رضوان الله تعالى عليه في تفسيره عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، يقول: دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن طلحة والزبير، فقلت لهم: كانا إمامين من أئمة الكفر. أهل البصرة كانوا آنذاك من المخالفين الشرسين، كانوا يحبون طلحة والزبير حبا جما، وكانوا يتبركون بزيارة قبريهما، وطلحة والزبير إلى اليوم رمزان مقدسان عند أهل الخلاف، يعتبرونهما من العشرة المبشرة بالجنة، فهم بذلك من خيرة من يسمونهم الصحابة. مع هذا نجد أن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ينال منهما أمام أولئك المخالفين الذين جاءوه من البصرة يسألونه عن موقفه من طلحة والزبير لعنهما الله، فيقول لهم بكل صراحة وجرأة: كانا إمامين من أئمة الكفر. ولكم أن تتخيلوا كيف تكون ردة فعل هؤلاء حين يسمعون هذا الكلام من الإمام الصادق عليه السلام، وكيف سيرجعون إلى أقوامهم قائلين: إن جعفر بن محمد يطعن في الصحابة، يطعن في العشرة المبشرة. هذه أيها الإخوة، هذه أمثلة 14 بعدد المعصومين 14 صلوات الله عليهم أجمعين. لا تنحصر الأمثلة والشواهد بهذا العدد، فهي أكثر من ذلك، إنما نتوقف عند هذا الحد خوف الإطالة، وأتينا بهذا العدد تبركا بعدد المعصومين صلوات الله عليهم، وهذا القدر كاف لتوريث الاطمئنان في النفس إلى أن منهج المعصومين صلوات الله عليهم كان منهج النيل
من الرموز والشخصيات المنحرفة، وإن كانت هذه الشخصيات مقدسة معظمة لدى بعض الطوائف الأخرى. التفتوا أيها الإخوة، التفتوا إلى أننا إنما أوردنا الأمثلة التي فيها أن المعصومين صلوات الله عليهم نالوا من تلك الشخصيات أمام العامة، أمام المخالفين، على رؤوس الأشهاد، على الملأ. وفي هذا جواب على من يزعم أن أهل البيت صلوات الله عليهم ما كانوا ينالون من أعدائهم إلا في مجالس خاصة سرا لا جهرا، لا يجهرون بذلك أمام أتباع الطائفة الأخرى. كلا، ليست هذه هي الحقيقة. الحقيقة هي أنهم عليهم السلام متى ما كانت تسمح لهم الفرصة فإنهم كانوا ينطقون بالحق أمام الطائفة الأخرى، وإن آذى هذا مشاعرها أو سبب لها امتعاضا أو كراهية كما أوضحت الروايات الشريفة التي ذكرناها. ولماذا فعل الأئمة عليهم السلام ذلك؟ لأن الحق أولى أن يراعى من مشاعر بعض الناس، ولا بد من إحقاق الحق وإبطال الباطل، وإبطال الباطل يقتضي إبطال الشخصيات التي يتشخص بها الباطل وإن عظمت في أعين الغير. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بالله بمحمد التعليم بفاطمة بالحسن بالحسين بالأئمة الأطهار.